كل عادة فش عندك اليوم ضيفنا المعتاد لطفي أريحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. مرحبا سي لطفي. اليوم موضوع بدينا نقربه بشوية، الوقت قاعد يجري باش ندخلوا، خاطر فما عباد يقراوا حسابهم على بكري باش ندخلوا في موسم العياد وإلا موسم اللي باش يطهر وإلا اللي باش يشري لبسة اللي مناسبة وإلا الخطبة. فما ديما إشكالية كبيرة مع البضاعة. إنسان إذا كان يشري أن برودوي ويقول لك يهز ويرجع للبلاصة اللي شراه منها يقول لهم أنا بطلت ما عجبنيش لقيت فيه ديفو رجعوا لي فلوسي. فما اللي يقول لك ما رانا ما نرجعوش رانا نبدلوا لك ببرودوي اخر، وهوني تكثر المناوشات ساعه لساعه. زاد اللي يبيع يقول لك شوف يقول لك انا عندي كونتابيليتي فلوسي دخلت لي في الكاسه ما نبدلهاش نجم نبدل البرودوي. وفما يقول لك شوف لو حتى تبديل البرودوي يقول لك ساعات الحريف يشري طاوله ولا يشري مبل يضرب الشهر كامل ومن بعد يجي يقول لي بدلها لي. الحريف يقول لك كيفاش وين هكا والبيع كيفاه. بارشاد المستهلك شنو هي صحيح شنو هي الغلط اللي لازمنا نعمله؟ حق التعويض ولا الحق في تسوية عادلة في منتوج وإلا خدمة خذاها وما لبيتش حاجياته وإلا ما كانتش جودة متاحة في القيمة. قبل ما ندخل في هذا بتحية للشرطة البلدية على الدور اللي يقوموا به خاصة الأيامات هذه في الإرهاب الغذائي اللي هو وشفنا بالكاشف كون الزيت المدعم راهو يمشي مش مستحقيه. على ذاك احنا طلبنا من قبل رمضان بتركيز نقطة قارة في الأسواق البلدية لبيع الزيت المدعم والسكر. نرجع لحق التعويض. حق التعويض هو حق مكفول بالقانون للمستهلك في تسوية عادلة في منتوج ما يستجيبش لمواصفات معينة في الجودة وإلا في الخدمة باش يعوض له في تسوية تكون عادلة للزوز. بهيد مثلا نحكي بتوا باش يحضروا للعروسات نحكيوا على الموبل مثلا. الموبل فيه شكل كبير. الموبل كي تشوف انت ولا تاخذ هنا راهو قاعدين نشوفه في اشهار كاذب في الموبل. علاش اشهار كاذب؟ خاطر ما يعطيكش نوعية اللوح ما يعطيكش طرق الفينيسيون اللي تعديت به. تلقى كوش بلاستيك صغيرة فهمتني في اللوح تتقشر. مثلا كيما يقول لك باتيني ولا باتيني يقول لك باتيني مش باتيني هي قشره من فوق ما تفرقش سير هي ما تفرقش بين اللوح وبين لوح معجون ويزم ويعلمك. عاده نسميه القطايع مثلا بيت نوم ولا ساله ولا حاجه باسامي لكن ما نعرفوش محتوياتها وطريقه اعدادها والفينيسيون نتاعها. يتعرض المستهلك بعد مده الضرر كامل كي يمشي خذا قطعة هو باش تشدو 5-6-7 سنين. تعرف الموبل يوصل حتى 15 سنة. بعد بعام بظروف معينة تقشر. يقول لك هذاك هو يبدلها. هنا يتضر المستهلك في حاجتين تكون في المنتوج هذاك خاطر في وجه الواحد ما يجيبش يصلحه. يلزم مزدي الخدمة ولا مزدي يلزم يعوض له وإلا يصلح له بلاش. خاطر اول ما حاجه ما كيشريه ما قالوش يراه لوح مغلف ببلاستيك. معلموش على نوعيه اللوح الموجود. شراه كما نقولوا نحن بين ظفرين قطوس في شكاره ما يعرفش شنو محتوياتها. فهمتني؟ هنا لازم نردوا بالنا. توا في الوقت الحاضر ثماش تكتاج اللي يثبت شنو موجود اللوح هذاك. يلزم في الفاتوره يقول له راه لوح وشنو نوعيه اللوح وشنو هو طريقة الفينيسيون. يكتبها له في الفاتورة باش تكون العلاقة بينه وبين الحريف بالوضوح والشفافية. معناها هوني حتى بالنسبة للمستهلك باش يضمن حقوقه ماذا بيه ياخذ فاتورة. هوني فما إشكالية راه في الفاتورة. يلزم ياخذ فاتورة ويلزمه في الفاتورة يكتب نوعية اللوح اللي موجود اللي القطع اللي خذاه. إي لكن فما الإشكاليات اللي تصير في الفاتورة سورتو وقت اللي العباد يجي ما واسمها وما عارضها ويشري هاو يقول لك باك مغياج والأثاث سورتو برشا ناس قاعدين يعرسوا. الفاتورة حتى باش يضمن هو حقه فما اللي يعمل لك فاتورة ويطبع لك أي اسم ويقول لك هاي فاتورة. لا الفاتورة لكن هوني لازم الماتريكول فيسكال. الماتريكول فيسكال لدريسة الطابع ثمن وإلا الباتونت وإلا الثمن المحتويات تاع المنتوج شنو كيفية المنتوج شنو الوصف نتاعه المكونات نتاعه هذا كله يتحط في الفاتورة. ويلزم يطالب به وما يقبل ما يدفع فلوسه يلزم يطالب أموال الفاتورة تبدأ فيها ماتريكول فيسكال باش نجم أنا نهار آخر نحاسبك وتكون بالضبط. فاتورة رسمية مش حتى بعد كي يقع الإشكال يقول لك خاصة في الموبل يقول لك أنت شريت هكاكا تعرفه
فهمتني؟ وقعت عديدة شكيات. يقول لك انت شريت كي يحملك مسؤولية وقت انت شريت لوح، لكن كي تشوف ما تلقاش لوح، تلقى لوح معجون مغلف ببلاستيك ولا MDF، ولا MDF مغلف ببلاستيك، فينيسيون حلوة كل شيء. لكن في انا شفت مابل في وزارة في مدينة الثقافة مازال كهبط ونقش، فهمتني؟ مازال كهبط ونقش. نحن شفنا بيروات في وزارات، فهمتني؟ البيرو يبدا غالي معناتها بثمن كبير ونقشر على خاطرك. دونك هوني من حق المستهلك انه يطالب بالتبديل ولا التعويض. في التبديل تصير اشكاليات، لانه فما اللي يقول لك كيما حكينا ديلي، يقول لك لا انت فوت 30 نهار على الريكلاماسيون ما نبدلكش، والا المستهلك يقول لك لا انا عوض لي فلوس اسباس، والاخر يقول له لا نعوضها لك بقطعه اخرى. هوني كيفاش يعرف حقوقه ما عليه ولا ما عليه؟ هنا لازم تسويه عادله بين الزوز. مش معقول زاد ياخذ منتوج ويستهلكه عام وعامين ويوفى حتى 10 ايام ولا 15 لا يلزم لا، اذا كان العيب خفي وريح كل شيء بالقانون يتقدم بشكاية للدار الجهوية لوزارة التجارة ويعملوا محضر ويعيتوا للأطراف الزوز ويشوفوا كيفاش يسويوا الوضعية ولا تعدل القضاء. اي جوستومون في التعويض اسكو مطالب من حقه ياخذ فلوس ولا برودوي اخر؟ هو فلوس ما يعطيهوش، المطالب يعطيه برودوي اخر كيفه في النورم في جوده معينه. اي لانه ساعات المستهلكين يقول لك نحب على فلوس ورجع لي فلوس. واذا كان العيب منه يلزم يرجع له فلوسه. اذا كان العيب ظاهر من عند المنتج يرجع له فلوسه. المنتج يقول لك فلوس دخلت نبدلها لك بانه تحب خذ بما فيها. اذا كان العيب في صاحب المنتج يلزم يرجع الفلوس خاطر هو الغلط. وهنا الحسن هذا في الإدارة الجهوية بتاع كل الولاية يقع في وزارة التجارة في الإدارة الجهوية، هم اللي عايتوا الأطراف الزوز. إذا كانت فاهم وتفاهم ما كانش عادي على القضاء. نلقاوها في الإلكتروميناجي، نلقاوها في المبل، نلقاوها خاصة طاو جاي السيف وجاي العروسات وجاي الواحد، فهمتني؟ نلقاوها في الروب كيف كيف، تاخذ روبة باش تعرس بها تلقاها مضروبة ولا نلقاوها طاو سورتو العباد يتشكيو مثلا مع المقاولين، يقول لك أنا شريت دار ستونديغ معين مترو على قداش، متفاهم على حاجه من بعد نجي نلقى مش اللي تفهمت فيه، مش السوبرفيسي يقول لك انا 180 متر نلقى بعد 140 متر، ما فماشك التوضيحات. راهو فما مترو باش يمشي للعماره والا باش يمشي حتى في الفينيسيون ولي ماتيريو، يقول لك مخلص الفلوس لكن نلقى حاجه اخرى. هذه الاشكاليه معناها صايره. بالنسبه للبحث العقاري عنده عام بيشوف الخط، لكن ثم خبير يخرج ويشوف العيب وين، فهمتني؟ لكن ثم برشا اشكاليات راهو، ثم برشا قضايا مرفوعه. اخر مره عن طريق مركز النداء نتاعنا 81 10 44 44 اتصلت بنا مواطنه اللي باع لها الشقه على اساس كونها دار، لكن بعد كي دخلت للشقه لقاتها بيرو، ما فيهاش كوجينه، ما فيهوش، فهمتني؟ غشه كبيره هي بالضبط. وما حبش يستعرفها، ما حبش يستعرف لها، وما حبش يسلم لها المفتاح، قاعد يهدد فيها. دونك وصلوا الامور قضائيه، وصلوا الامور قضائيه. هنا الاشكال لازم تكون واضح من الاول واضح، وعنده الحق انه المستهلك باش يشكي. نشكرك برشا ضيفي لطفي الريحي رئيس المنظمه التونسيه لارشاد المستهلك، كله باش يكون معنا في رمضان وكله نحاولوا باش نرشدوكم. الكلمه ليك حسين.